السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يا محمد من قناة وين كونكر. أهلا وسهلا بكم في تجربة ايفنت سيج اوف داركنس اللي هو حصار الظلام. ان شاء الله اوريكم شكل الوحوش وهوريكم الدروب ان شاء الله الريورد اللي هيجيلي من الايفنت. ابقوا معايا. طبعا انت رجعت في التاون او في اي مدينة بتجيلك رسالة زي دي بتقول لك ان الايفنت هيشتغل اهو من المنظر ده. فاضل دقيقة والايفنت هيبتدي ان شاء الله. ادي يا شباب شكل الوحوش. بتبقى روحوش صغيرة تلم منيها، يوقع لك ستون باك والحاجات دي كلها زي ما انتوا شايفين. هو الريورد اللي بيقع دي شنطة ستونات اهي. هوريكم بعد كده الوحوش الكبيرة. انا بحاول اختصر من الفيديو وهقول لكم ليه السبب اللي انا اختصرت من الفيديو ان شاء الله. يا شباب دي شكل الوحوش، مش عارف تبقى 100 مليون وارقام كبيرة اوي ليه كده، مش عارف. وحوش بصراحة مبالغ جدا في دمها. نعمل البيكي بيس ونشوف الدروب اللي هيقع ان شاء الله. نقابلكم في وحش تاني كده بإذن الله. ده تاني وحش نوم. بس المشكلة مش بلحق. فين الوحش التاني اللي طلع يا ربي؟ تلم الدروب في أسرع وقت زي ما انتوا شايفين. ناس كتيرة جدا بتلم دروب، أي حد ممكن يلمه زي ما انتوا شايفين. هاي الوحوش دي أهم وحوش دي، احنا لازم ناخد منها عدد كبير عشان الدروب اللي بقى يعني الدروب بتاعها حلو. حاول تبقى هنا في الأماكن الفاضية عشان تعرف تلم. شوف كل واحد حرك تحت ازاي، يعني تحاول الأماكن اللي بتبقى فيها فاضية ناس، اللي فيها ناس فاضية عفوا، هي اللي بيبقى تقدر تلم منها دروب زي ما انت عايز. نجيب السكيل تاني، هدي اللي هي بريمير ستون باك، دي هي الستونات دي، هي دي اهم حاجة في الليلة دي. نجيب السوبرمان. هو الوحوش متقسمة يعني الحاجات الصغيرة دي الأشرات الكبيرة بالسوبرمان او النينجا كده. نروح نلم الدروب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين اهو بريمير ستار باك. نركز بقى على الوحوش الكبيرة اللي هتطلع بعد كده زي ما انتوا شايفين. المشكلة هنا بقى ابتدت الناس تكتر او ابتدت الناس تلم بسرعة، فانا اروح اعمل كده اخفيهم واعمل البيكي بيس عشان اعرف. هلم زي ما انا عايز ده لو عرفت الم. زي ما انتم شايفين كده الوحوش الكبيرة اهي. طبعا اي ورير هيقدر يخلص الوحوش دي بسرعة، بس طبعا لو السيرفر بتاعه فاضي، لو مش فاضي مع الاسف مش هيقدر يخلص في اي حاجة. لان لو 100 يعني حتى لو 200 300 واحد نوب ضربوا السيرفر، ضربوا السيرفر عفوا. فين اهو الكبير ده؟ لا عفوا هو ده. اهم حاجة الوحش اللي هيطلع بقى الكبير هو ده الاساس اللي احنا عايزينه، مش عايزين اي حاجة غير هو. فنظبط الاسكلات الحلوة، نظبط الاستمانة الجميلة عشان نعرف نلم الدروب. عشان اعرف نموت الوحش يعني وبعدين نلم دروب.
نظبط بقى كده زي ما انتم شايفين. الوحوش دي اهم حاجة اهي، دايما الدروب بيبقى تحت كده، يعني بيبقى في الحتة دي اللي انا فيها كده. ادفانس ستون باك، نحاول بقى كده ايه نستعد الوحش الكبير لما ينزل. شكل الوحش كبير نزل، لم على طول ولا يهمك اي حد. اهم حاجة في ده كله الكينج اللي هيطلع كمان 3 دقايق نقول مثلا، هو ده المطلوب عشان تقدر تاخد رانك في السيرفر. طبعا الرانك بتحسب على حسب الضرر اللي انت عملته في الوحش الكبير، اذا كان ما بين فين هو لسه بلاد لورد. انا سمعت كلمة بلاد لورد، لسه مش عارف. انا قريت كلمة بلاد لورد لحسن يكون طلع. فين هو بلاد لورد؟ مرة الواحد يركز بقى، لسه مطلعش. انا برضه بقول لسه هيطلع، يعني هيطلع بدري شوية ازاي. الفكرة كلها بقى يا شباب، هو الوحش الكبير دي لازم تاخد فيه رانك، يعني لازم تفضل تضرب فيه لغاية ما تاخد رانك، بحيث الرانك هتاخده عن طريق الضرر اللي انت هتسيبه للوحش الكبير دي. الوحش دمه مليار، عدد حاجة كبيرة جدا، يعني بقالنا أكتر من دقيقة السيرفر كله بيضرب في الوحش ده عشان ياخد رانك. بسم الله الرحمن الرحيم، لو قدرنا ناخد كده الرانك الأول هتبقى جوائز حلوة إن شاء الله. هانت يا شباب هانت، فاضل 115 مليون. شايفين دم الوحش بيتاكل اكلان. بسم الله الرحمن الرحيم، نعرف ناخد رانك كده يبقى حاجة جميلة. الله الله، افرض ده كله في النمسيس بقى تبقى مجزرة. شوف كده مين الرانك الاول، ان شاء الله باذن الله اكون انا. الحمد لله انا الرانك الاول. claim my rank prize or prize. كده انا خدت 5 ادفانس خمسة ادفانس وعشرة من البريمير ستار باك دي. نشوف كمان على كم ريورد اونس دي دي. ماشي 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 كده تمام. الفكرة كلها يا شباب ان انا كنت عامل الفيديو ده بتوقيت الساعة 12:30 بتوقيت السيرفرات الامريكية، كانت الساعة 10:30 بالليل بتوقيت مصر، فكان الفيديو فيه مساحته فوق 2 جيجا فما قدرتش، فعملته بتوقيت الساعة 19:30 اللي هو الساعة 5 الفجر او 5:30 الفجر. فدلوقتي اهم حاجة نجرب الستون بلس 3 شي باك ده، مش الاكس بي باك ده مش عايزينها. ادفانس لا، احنا نجرب اهم حاجة الستون باك دي. بسم الله الرحمن الرحيم،
ده كله استنات ولنا يا اخي ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ستون بلس فور شنط اللي تشيباك 10 لكل شنطة، بريمير ستار باك. الشنط دي بقى يديك مرة واحدة 3، يديك 2، يديك 1، زي ما انت شايفين كده يديك 3 مرة واحدة، ودي حاجة حلوة مش وحشة. الأدفانس دي يا شباب بتديك تو رايت أو بريد أو رايدنت، بس طبعا الحظ بتاعها أعلى، ممكن يديك اللي هي ستار أو حاجة زي كده. هي فكرة حلوة يعني، دي عجبتني، ان انا صراحة كنت بفكر نقطة الشامبيون كلها اروح رازعها في البرفكشن عشان اعلي النسب بتاعته، يديني اتاك زيادة، يديني نسبة حظ زيادة، حاجات زي كده. ناس كسبت، الكترا كسبت بلس 5 ستون وبلس 4 ستون. مبروك مبروك مبروك. روبينزل كسبت بلس 4 ستون. دلوقتي بقى نجرب الأدفانس 3، بريدستار ستون 3 عادية، 3 عادية كمان، واحدة بريدستار ستون، 3 بريدستار ستون. جميل and جميل جدا. كده يا شباب فيديو الايفنت انتهى. كان معكم ياب محمد من قناة وين كونكر. ما تنساش ان التوقيتات ليه 3 مرات، 12:30 على الساعة 10:30 بتوقيت مصر، و12:30 ده بتوقيت اللعبة. اللهم صل على النبي. 19:30 اللي هي الساعة 5:30 الفجر، و22 اللي هو تقريبا الساعة 8 بتوقيت مصر، و22 بتوقيت اللعبة، 12:30 بتوقيت اللعبة، 12:30 بتوقيت اللعبة، 19:30 تاني يا شباب انا اسف، 12:30 بتوقيت اللعبة، 19:30 بتوقيت اللعبة، 22 بتوقيت اللعبة، بين السفارات الأوروبية وبين السفارات الأمريكية. نقول السفارات الأمريكية الوقت بتاعها 12:30 بتبقى الساعة 10:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتبقى توقيت الساعة 5:30 الفجر بتوقيت مصر، 22 بتبقى بتوقيت الساعة 8 الصبح بتوقيت مصر. بالنسبة للسفارات الأوروبية طبعا اليوم كله انت لو ما نمتوش بتبقى آخر لغاية الساعة 2 واليوم الجديد يبتدي. كان معكم اياد محمد من قناه وين كونكر. ما تنساش اعجاب للفيديو والاشتراك بصفحتنا على الفيسبوك والانضمام واعجاب بصفحتنا على الفيسبوك برضو، وايضا ما تنساش اعجاب للفيديو اهم حاجه، وتعليقك كده قول لنا كسبت ايه من الايفنت ده ان شاء الله. الى اللقاء، كان معكم اياد محمد.